عقد الاتحاد العام التونسي للشغل يوما عماليا ونقابيا في ساحة الحكومة بالقصبة، ولكن هذا اليوم أيضا يتضمن وقفة احتجاجية مساندة لقطاع غزة فيما يتعرض له من عدوان وحصار ودمار شبه كامل اليوم يعيشه أهل المخيمات من شمال القطاع إلى جنوب القطاع. أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل رفعوا الأعلام الفلسطينية، هتفوا باسم غزة وباسم القضية الفلسطينية. كلمة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي كان من أبرز عناوينها ومحاورها هو قطاع غزة وما يتعرض له هذا القطاع منذ شهر أكتوبر العام الماضي وصولا إلى اليوم. نتحدث عن 150 يوم تقريبا من العدوان والدمار في قطاع غزة. نور الدين الطبوبي أيضا من خلال كلمته التي ألقاها هنا في ساحة الحكومة تحدث عن دعوة المنظمة الدولية للعمل من أجل السعي مع كل أحرار العالم لإعلان هدنة فورية وعاجلة في قطاع غزة تنقذ ما يمكن إنقاذه ربما بعد كل الدمار والقصف الذي يحصل وما زال يحصل بشكل يومي في القطاع. نذكر أيضا أن الاتحاد العام التونسي للشغل دعا أنصاره منذ بداية العدوان العام الماضي إلى التظاهر والخروج في مسيرات شعبية وطنية نصرة للقضية الفلسطينية. الاتحاد يقول إن مساندة القضية الفلسطينية هي مساندة تاريخية منذ تأسيس هذا الاتحاد في خمسينات القرن الماضي. هذه الوقفة الاحتجاجية أيضا تأتي ربما صحيح هي يعني في الأساس حول تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي في تونس، لكن طبعا في ظل اليوم التطورات في قطاع غزة تمثل أيضا هذه التطورات أحد أهم المحاور والعناوين ليس فقط في هذا اليوم وفي هذه الوقفة وإنما في كل تقريبا الفعاليات والتظاهرات. تحضر فلسطين كقضية تهم كل التونسيين في هذه المرحلة وبعد العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة. نقول أيضا أن الاتحاد العام التونسي للشغل دعا إلى مزيد تجميع المساعدات الإغاثية والإنسانية وإرسالها إلى قطاع غزة، خاصة وأن يعني لم يتبقى الكثير أمام شهر رمضان الكريم.